مساء الخير. تعد متلازمة الكورونا العصبي من الأمراض المزمنة والتي تتميز باختلاف شدتها وأعراضها، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تعطل الروتين اليومي لحياة الشخص وتسبب له آلاماً شديدة. فكيف يمكن تشخيصها والوقاية منها؟ موضوع راشدة لهذا الأسبوع، أهلاً بكم. متلازمة الكولون المتهيج أو الكولون العصبي هي أكثر الأمراض شيوعاً بين الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضمي. للحديث عن هذا الموضوع معنا من القاهرة الدكتور محمد نجيب عبد الله، أستاذ في أمراض الكبد والجهاز الهضمي. أهلاً بك دكتور. أهلاً طبعاً بحضرتك، وأهلاً طبعاً بالسادة المشاهدين، ويعني برنامج المتميز بتاعكم طبعاً. شكراً لك، يشرفنا أن احنا نشترك فيه إن شاء الله. شكراً لك. لنشرح بداية للمشاهدين، ما هي متلازمة الكولون العصبي وما أسباب الإصابة بها؟ تمام. هو طبعاً الأول عايزين نعبر احنا ليه مسمينا متلازمة. متلازمة لأنه لما بيبقى عندي في الجسم مجموعة من الأعراض اللي عادة ما بتيجي مع بعض وما بيكونش فيه تفسير قوي لارتباطهم مع بعض، عادة ده في الطب بيسمى بالمتلازمة. فبما اني المعنى اللي هو الدارج عند الناس اللي هو اسمه القولون العصبي، ولكن طبعا هو الاسم الاكثر دقة هو يعني متلازمة اضطراب الامعاء. يعني بيبقى عادة بيصاحبه مغص، انتفاخ، إسهال، إمساك، عسر هضم، إحساس بالثقل. يجي المريض يقول لك أنا يعني لما باكل بتعب، أنا مثلا بيبقى عندي إمساك ممكن أقعد بكذا يوم ما أقدرش إن أنا يعني أعمل أتبرز، ممكن أول ما أكل ألاقي نفسي لازم أجري على الحمام لأني لازم يعني أخش أعمل براز وكده، فأنا بتحرك ما أحبش أكل برا البيت لأن ساعتها يعني كل دي من الأعراض اللي هي بتيجي مع بعض. مش بس كده، ده كمان في أعراض ساعات بتصيب ما هو خارج الجهاز الهضمي. يعني هنلاقي إن الناس دول ساعات بيعانوا من إرهاق، من صداع، من حساسيات مثلا في الجلد، مشاكل حتى مثلا للآنسات والسيدات في الموضوع بتاع الطمث أو الدورة الشهرية، حتى كمان ممكن يبقى في مشاكل في عملية التبول، ممكن يبقى في آلام ممكن بتصيب العضلات. مش بس كده، ده لقوا إن كمان في مجموعة من الأمراض اللي مثلا ممكن تبقى عادة مصاحبة للمتلازمة بتاعت القولون العصبي، زي مثلا الحساسيات الجلدية، الحساسيات الصدرية. كل دي نوعيات من الأمراض ساعات بتكون موجودة بنسبة أكبر عند المصابين بمتلازمة اضطراب الأمعاء. دكتور، يعني أيضا بالنسبة لضيق التنفس أو ضيق النفس، هل هو ملازم لموضوع متلازمة الكولون؟ لأنه في كتير ناس بتقول أنا معي متلازمة الكولون العصبي وأيضا أعاني من ضيق النفس. تمام. هو ضيق التنفس المصاحب لده بيكون ساعتها ليه عاملين. العامل الأولاني احنا عارفين ان واحدة من اشهر الأعراض المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي هو الانتفاخ. فطبعا لما الأمعاء يبقى فيها حالة من حالات الانتفاخ، ده يعني بيملأ التجويف بتاع البطن، من الممكن ان في بعض الحالات يضغط على الحجاب الحاجز ويعمل عملية مضايقة شوية لعملية التنفس. مش بس كده، هو مجرد إحساس البني آدم بالامتلاء بالغازات والانتفاخ بالغازات، ده بيعيق عنده الشعور بالتنفس بشكل سليم وبشكل واضح. عادة بيكون شكوى، ولكنها ما هياش بتكون حاجة لها سبب عضوي في غالبية الأحوال. نعم دكتور، لنتحدث عن تشخيص هذا المرض، وهل هناك مثلا تحاليل معينة أو اختبارات تؤكد أن هذا الشخص مصاب بهذه المتلازمة؟ ده سؤال مهم جدا. ليه بقى؟ إحنا لسه كان عندنا مؤتمر يعني أقمناه تابع للقصر العيني جامعة القاهرة لسه من الشهر الماضي، وكنا مخصصين جلسة كاملة عن اللي هم الأمراض العضوية اللي بتتخفى تحت عباءة القولون العصبي. يعني كنا مسمينها بأشباه القولون العصبي.
نعم. ده يرجعنا تاني لنقطة مهمة جدا جدا، ان على المريض وعلى الطبيب المعالج للحالات اللي بهذا الشكل ان هو لا يغفل هذه النقطة بشكل كبير جدا جدا، ان هو لا يمكن ان احنا نشخص المتلازمة القولون العصبي اللي احنا بنسميها مرض وظيفي، يعني ده خلل وظيفي اللي هو فانكشنال، يعني حاجة ما هياش حاجة عضوية، لازم بنشخصها بعد استبعاد ما يسمى بالعلامات أو الرايات الحمراء أو العلامات المحاذير، وبعد استبعاد الأمراض العضوية. إذا ما هي الرايات الحمراء؟ الرايات الحمراء، خليني قاطعك شوي. الخطوة الأولى والأساسية والمهمة جدا جدا هو أن أنا أستبعد أي أسباب عضوية، حتى لو إحنا راعينا في التشخيص معايير روما اللي هي يعني ده متفق عليها لتشخيص متلازمة القولون العصبي وكل أمراض الخلل الوظيفي اللي موجودة في الجهاز الهضمي. نعم دكتور، لنتحدث بشكل أوضح. المعدة والإثنى عشر، نعم. ثم الأمعاء، ثم القنوات المرارية، وأخيرا الشرج والمستقيم. دكتور، دكتور لنتحدث بشكل أوضح شوي للمشاهدين، يعني ما هي الأعراض التي تبين أن هذا المريض مصاب بالكولون فقط؟ وذكرت حضرتك الرايات الحمراء أو الموضوع أو الأمراض الخطيرة التي تختبئ تحت هذه هذا المسمى، كيف نميز بينهما؟ ممتاز جدا. خلينا نقول مثلا ندي نماذج للأمراض العضوية والتحاليل والاختبارات اللي لازم الواحد أو الطبيب يجريها ولازم المريض يمر من خلالها، ولا يكتفي فقط بالتاريخ المرضي والكشف السريري أو الكشف الإكلينيكي من أجل التثبت والتيقن من تشخيص متلازمة القولون العصبي. لا، لازم نمر بسلسلة أو مرحلة من الاختبارات لاستبعاد الأمراض العضوية. زي مثلا إيه؟ إذا كان الشخص بيعاني من عسر هض، فإذا يجب أن أنا أستبعد مثلا جرثومة المعدة الحلزونية اللي هي الإتش بايلوري، لأن هي واحدة من أشهر الأسباب بتاعة عسر الهضم. إذا لما هيجي المريض بيشكو من عسر الهضم لازم هعمل له اختبار جرثومة المعدة الحلزونية وأستبعدها، وإذا طبعا وجد أنها موجودة هعالجها الأول قبل ما أقول أن دي متلازمة قولون عصبي. طيب عندنا مرض تاني مثلا زي حساسية القمح أو مرض السيليك أو اللي هو باللغة العربية الفصحى اسمه مرض الجواف. طيب ده بيبقى الأعراض بتاعتها مماثلة تماما للمتلازمة بتاعت القولون العصبي، لكن لما هنعمل اختبار صورة الدم الكاملة ربما نجد عند هذا المريض نسبة من الأنيميا اللي هي فقر الدم. إذا عملنا اختبار لنسبة الكالسيوم ممكن نجد عنده انخفاض في نسبة الكالسيوم نتيجة أنه هو مش هيمتص الكالسيوم. أيضا لازم نستبعد مثلا الخلل بتاع الغدة الدرقية، فلازم نعمل مثلا اختبارات الغدة الدرقية، لأن أي خلل من في الغدة الدرقية أيضا هيعمل لي أعراض شبيهة جدا جدا من حيث الانتفاخ والإمساك وعسر الهضم. أيضا الغدة الدرقية كذلك هتتسبب في ذلك. دكتور، أيضا لازم نستبعد مرض البوال السكري، هو مرض السكري، لأن الناس اللي بيبقى عندهم مرض السكر ده بيبقى عندهم برضو مشكلة في عملية الهضم والامتصاص. إذا دكتور بشكل مختصر لو سمحت، ما هو الاختبار الذي يبين أن هذا الشخص مصاب بمتلازمة القولون؟ ما فيش اختبار محدد لتشخيص متلازمة القولون العصبي. نعم. هي الاختبار هو استبعاد الأسباب العضوية واستبعاد اللي هي الأعلام الحمراء زي فقدان الوزن، الأنيميا، ارتفاع المعاملات الالتهابية زي الـ CRP وسرعة الترسيب، عدم وجود سبب عضوي زي جرثومة المعدة الحلزونية، عدم وجود سبب يعني في الجسد زي خلل الغدة الدرقية. نعم. وزي وصلت الفكرة دكتور. طبعا أي نزيف في الجهاز الهضمي سواء علوي أو سفلي ده من العلامات الحمراء، فقدان الشهية، فقدان الوزن، وظهور الأعراض في سن عن هذه يعني لما بداية ظهور الأعراض بعد سن 50 سنة أيضا بنعتبر ده من العلامات التحذيرية. نعم، ابقى معنا دكتور نشاهد معا هذا الإنفوغراف الذي يحتوي على بعض النصائح لتخفيف أعراض القولون العصبي.
دكتور، هل هناك سن معين للإصابة بمرض الكولون العصبي؟ أم كل الأشخاص في كل الأعمار معرضون للإصابة؟ كل الأعمار وكل الأشخاص معرضون للإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو متلازمة اضطراب الأمعاء، لدرجة أن يعني الأبحاث الحديثة في طب الأطفال قالوا أن هم أثبتوا وجود حالات منذ سن سنتين. يعني سنتين، يعني مش فقط في سن مثلا ما نسميه بالتين ايجرز او المراهقين وسن البلوغ، لا ده لقوا ان ممكن لغايه من سن سنتين نقدر ان احنا نشخص المتلازمه بتاعه القولون العصبي. مش بس كده، كمان لما جمعوا الداتا بتاعه غالبيه المرضى لما رجعوا بالتاريخ المرضي بتاعهم لقوا ان غالبيتهم فعلا كان بيظهر بعض او كثير من الاعراض اللي بيشكو منها في وهو في مرحله انه بالغ وان هو كبير في السن، كان بيشكو منها منذ ان كان طفلا صغيرا، ولكن ما كانش يعني حاططها في اذا هذا الموضوع يمكن ان يرافق الانسان طيله حياته. يمكن اذا بدنا نحكي عن الادويه شوي اللي ممكن تخفف الاعراض هذا المرض، اعراض المرض بشكل عام. طبعا انا شفت البرومو اللي حضراتكم حطيتوه دلوقتي، طبعا في كثير جدا جدا من النصائح اللي حضراتكم حطيتوها تعتبر فعلا من ضمن النصائح اللي دائما ما بنقولها للمرضى بتوعنا، ولكن انا بالنسبه لي دايما بقول للمريض بتاعي عده اشياء. اول حاجه ان هو علشان خاطر اريح الامعاء بتاعتي اهم من انا هاكل ايه ومش هاكل ايه هي ان انا هاكل ازاي. طريقه الاكل للاسف الشديد ناس كتيره جدا بتاكل بتبقى مستعجله، بتشرب كتير اثناء الاكل، ما تمضغش الاكل، تاكل الاكل على شكل يعني قطع كبيره، يعني بنقول عليها كده باللهجه المصريه اللي هو بيظبط يعني الاكل يعني بدون ما يمضغ. صحيح سريعة. طبعا بطالب المرضى اللي عندهم مشاكل في القولون ان هم لازم مضغ الطعام جيدا، فلازم يكون في سلامه للفك والاسنان علشان يمارس عمليه المضغ كويس، انه ياخد وقته في الاكل. عشان كده بنصحهم ان هم ياكلوا مثلا ممكن بشوكه وسكينه على اساس ان هم ياكلوا قطع صغيره بحيث انه يدي فتره كويسه للمضغ وخلط الاكل باللعاب، ده بيسهل على المعده عمليه الهضم. ما نقعدش نشرب كتير أثناء الأكل علشان ده بيخفف أثر الإنزيمات الهاضمة. ما ينفعش إن إحنا بعد الأكل مباشرة، مثلا في ناس عندها عادة إن هي تشرب سجاير أو تاخد مثلا حلويات أو فواكه أو تاخد مثلا حاجات فيها نسبة كافيين عالية، كل الحاجات دي هتؤثر على عملية الهضم. طب أنا لما أثر على عملية الهضم هيزيد عندي طبعا عملية تخمر الطعام وبقائه في المعدة، هيروح للأمعاء مش مهضوم بشكل كويس، هتشتغل عليه البكتيريا الضارة تبتدي إن هي تستفيد منها، هيحصل لي سوء امتصاص، هيحصل لي انتفاخ، هيحصل لي مغص، هيحصل بقى عملية عسر الهضم والإسهال. كل الأعراض طبعا اللي هم دكتور هناك أيضا يعني أشخاص كثير بياخذوا نعناع أو ينسون أو أشياء يعني علاجات بديلة، ما رأيك بها؟ هل تنصح بها؟ يعني طبعا يعني بنصح طبعا ببعض الحاجات اللي هي في الغذاء، يعني مثلا زي ما حضراتكم قلتوا النعناع، الاسترخاء النفسي، شرب المية ولكن في غير مواعيد الأكل. وفي بقى حاجة مهمة جدا جدا اللي هي ما نسميها بالبروبيوتكس أو البكتيريا النافعة الموجودة باللبن. هو حاليا ثبت إن مش بس المشكلة ما يسمى بالجوت برين أكسس أو الطريق اللي هو ما بين الأعصاب وما بين الجهاز الهضمي، ولكن ثبت أيضا أن هناك اختلال في النسب بتاعة البكتيريا الضارة وللنافعة في الأمعاء، ربما بسبب الوجبات السريعة وفرط استخدام المسكنات والمضادات الحيوية والاسترس، حاجات كثيرة جدا بتشتغل على البكتيريا الضارة والنافعة والطيرة. علشان قبل أن نذهب لفاصل قبل أن نذهب لفاصل سريعا، هل تنصح بأخذ أدوية معينة لتخفيف الأعراض أم فقط الاكتفاء بهذه النصائح التي قلتها؟
طبعا زي يعني دائما احنا مثلا متلازمه القولون العصبي بتقسم الى اربع اقسام، اللي هو قسم متلازمه قولون عصبي امساكي يعني اللي عندهم قابليه اكثر للامساك، واسهالي يعني اللي عندهم قابليه اكثر للاسهال، والميكسد اللي هو المختلط، والان سبيسيفايد او الغير محدد النوع اللي هو بيشتكي كل شويه من اعراض مختلفه. الحقيقة إن طرق علاج كل نوع من الأربعة دول بيختلف عن الآخر. فمثلا الناس اللي هم بيشتكوا من أعراض القولون العصبي وقابلية للإسهال، دول بيستفيدوا من دواء مثلا اللي هو بيحتوي على مادة الريفاكسامين اللي هي بتشتغل بشكل موضعي وتعيد تاني التوازن للبكتيريا الضارة والنافعة. طبعا الناس اللي بيبقى عندها امغاص ويعني عصر هض بياخدوا المواد اللي بتبقى محتويه على ماده الايتوبرايد، وماده الايتوبرايد دي بتساعد على تنسيق النسق بتاع حركه الجهاز الهضمي، واذا بيعانوا من امغاص شديده اذا ايضا بنستخدم ماده دوائيه اللي هي تحتوي على ماده الميبيفيرين. طبعا انا بقول الاسماء العلميه للمواد الدوائيه، مش بنقول اسامي طبعا الادويه لانها طبعا بتختلف من دوله للثانيه ومن مكان الى اخرى. مش بس كده، كمان العلماء قالوا ان الناس اللي لما يفشل المرحله الاولى والثانيه اللي هي مضاد المغص والمضاد بتاع او منظم الحركه بتاعه الامعاء، من الممكن ايضا ان بتضاف بعض المواد اللي بتستخدم كمضادات للقلق والتوتر والاكتئاب. سنتحدث عن هذا الموضوع خاصه الموضوع النفسي دكتور. عاده ما بتستخدم في المراحل المتقدمه الغير مستجيبه. سنتحدث عن هذا الموضوع وخاصة الموضوع النفسي الذي يرافق هذه المتلازمة، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. تحدثنا عن أعراض متلازمة القولون العصبي وطرق الوقاية منها، ولكن ما علامات الخطورة دكتور؟ يعني ما هي العلامات التي تظهر على مريض القولون العصبي يعرف من خلالها أنه بدأ بمرحلة الخطأ؟ طبعا ده أهم حاجة فعلا محتاجين إن احنا نطلع بيها من الحلقة بتاعت النهاردة. إذا كانت الأعراض تظهر للمرة الأولى بعد سن 50، دي علامة من علامات الخطورة. إذا كان هناك فقدان للوزن، فقدان للشهية، دي من علامات الخطورة. إذا كان هناك خلل في التحاليل المعملية زي مثلا أنيميا أو ارتفاع سرعة الترسيب أو الـ CRP، دي طبعا من علامات الخطورة. وجود نزيف بأي شكل من الأشكال، ده علامة من علامات الخطورة. استمرار العرض الواحد لفترة زمنية طويلة دون تحسن، زي ان مثلا ان الامساك يفضل متزايد بشكل كبير جدا، او ان الاسهال يفضل مستمر لفترة مثلا تتجاوز الاسبوعين، كل دي علامات بتشير الى ان لا، انا كده مش بتكلم عن خلل وظيفي، انا غالبا بتكلم عن مشكله عضويه. ذكرنا قبل الفاصل انه يعني هناك دائما علاقه بين العامل النفسي ومتلازمه القولون. انت كدكتور مختص بهذه الامراض الداخليه، متى تحول المريض الى طبيب نفسي؟ طبعا في ناس كثيره جدا من المتابعين ربما لا يدركوا ان المتلازمه بتاعه القولون العصبي كمرض مذكور في الكتب والمراجع بتاعه الطب النفسي زيها بالظبط زي الجهاز الهضمي، وان هم يعني مش بس كده، ده كمان في نوعيات معينه من الامراض الحديثه او الاشكال الحديثه من متلازمه القولون العصبي اصبحت ذات رابط بالعامل النفسي، زي في مرض جديد اسمه الارفيد اللي هو افويدنت او ريستريكتيف food intake disorder، او الناس اللي عندهم خوف او ذعر او عدم رغبه في تناول اكل بشكل معين مما يؤثر على طبيعتهم للاكل. كمان ايضا في عندنا امراض طبعا اللي هي مرتبطه بامراض الاكل زي مثلا البوليميا والانوركسيا، كل دي طبعا تندرج تحت العامل النفسي. فاذا احنا لقينا ان بعد استبعاد الاسباب العضويه كامله والمحاولات الأولى والثانية والتعديلات الغذائية واستبعاد كل الحاجات اللي بالشكل ده لا يوجد استجابة، واستشعر الطبيب أن هناك
عامل كبير من الضغوط النفسية أو الاسترس الجامد، أو إنه ربما إن العامل النفسي هو اللي متدخل في الأعراض بتاعت متلازمة القولون العصبي، أعتقد إنه من المناسب في هذا التوقيت إنه يلجأ اختصاصي الجهاز الهضمي لتحويل الحالة للزميل المختص بتاع الطب النفسي، لان ايضا هم عندهم جلسات حاجات اسمها بايو فيدباك ويعني تدريب ذهني ونفسي على التعامل مع الاعراض بتاعت متلازمه القولون العصبي. وايضا كمان انا بحبذ ان نوعيه الادويه اللي هي زي مضادات القلق والتوتر والاكتئاب ما يكتبهاش المختص بتاع الجهاز الهضمي، ويفضل انه لما يكون ناوي يكتبها انه يحول المريض الاول للمختص النفسي علشان خاطر يقدر انه يقيم الحاله، اذ لربما يكون في عامل نفسي محتاج علاج بشكل مختلف عن اللي هيكتبه المختص بتاع الجهاز. شكرا لك الدكتور محمد نجيب عبد الله، استاذ في امراض الكبد والجهاز الهضمي، على هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا لحضرتك طبعا، وشكرا للساده المشاهدين. ميرسي. أهلا بكم إلى آخر الأخبار العلمية والابتكارات الطبية. ابتكرت الطالبة القطرية هيال كبيسي سوارا إلكترونيا سمته سوار الذاكرة، يهدف من حيث آلية عمله إلى تحسين حياة المصابين بمرض الزهايمر. يمكن هذا السوار المرضى من أداء مهامهم الروتينية بسهولة، حيث يعطي إشعارات تذكير بما يخص تناول الأدوية أو إنجاز المهام أو الأنشطة اليومية، كما يعطي مساحة من الاستقلالية والخصوصية للمرضى. يحتوي هذا السوار على ميزة هامة تساعد المريض وعائلته عن طريق خاصيه رصد الأماكن، حيث يرسل بريداً إلكترونياً أو مكالمة في غضون ثوان من مغادرة المريض للمساحة الجغرافية الآمنة له. أعلنت شركة فايزر للأدوية عن مرحلة جديدة دخلتها لتقييم دواء جديد مضاد للفيروسات للوقاية من فيروس كورونا. وحسب الشركة يتم إعطاء الدواء مع جرعة منخفضة من دواء ريتونافير تحاكي في مفعولها عقار تاميفلو الذي يمنع الإنفلونزا من الوصول إلى مستويات خطيرة. من جهته قال رئيس الشركة ميكائيل دولستن بأنه يعتقد أن هذا العلاج يمكن أن يساعد في الوقف المبكر لكورونا، كما يحتمل أن يقي من أعراض المرض في وقت مبكر ويمنع ظهور العدوى لدى الآخرين. كشف بحث جديد لجامعة بريستول نقلته مجلة ساينتيفيك أمريكان أن الأمهات المصابات بالاكتئاب أثناء الحمل قد يصاب أولادهن بالاكتئاب قبل سن 24. جاءت نتيجة الدراسة بعد فحص معلومات استقصائية أجراها الباحثون على أكثر من 5000 فرد خلال فترة امتدت 14 عاماً. وجد الباحثون أن ذرية الأمهات اللواتي لديهن تاريخ من اكتئاب ما بعد الولادة لديهم أعراض تزداد بمرور الوقت، وأن احتمال إصابتهم بالاكتئاب هو احتمال أكبر مما يحدث عند الشباب الآخرين، ما يؤكد بشكل أو بآخر أهمية دعم النساء الحوامل صحياً ونفسياً قبل وبعد الولادة. يمكن هذا موضوع مهم جداً يجب أن نأخذه بالحسبان. لهون بتخلص حلقة راشيتا، شوفونا الأسبوع المقبل وتبقوا بألف صحة. إلى اللقاء.